عبد الحي أديب وذو الفقار في مقدمة أشهر العائلات الفنية في الوسط الفني. كتير من الفنانين والفنانات اللي بيظهروا على الشاشة الصغيرة فقد شهدت السينما المصرية منذ نشأتها على توارث الفن للأجيال المتتالية، فأصبحت عائلات فنية بامتياز أباً عن جد زي ما بيتقال. عبد الحي أديب، اسمه عبد الحي مصطفى أديب، اتولد في عام 1928 في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وبعد أن تم دراسته بالثانوية التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، واتجوز عبد الحي أديب من السيدة بسيمة محمد الفخراني في عام 1949، واللي أثمر زواجهما عن 3 أولاد. في الابن الأكبر هو الإعلامي والكاتب الصحفي عماد أديب، وسبق ليه زواج من الإعلامية هالة سرحان، وقام بعد كده بالزواج للمرة الثانية من هالة أورا، وحالياً للمرة الثالثة اتجوز الكاتب الصحفي عماد أديب من الممثلة المصرية مروة حسين. والأوسط هو المذيع المعروف عمرو أديب اللي بيقدم حالياً برنامج الحكاية، والمتجوز من الإعلامية لميس الحديدي. أما الابن الأصغر فهو المخرج السينمائي عادل أديب، واللي أخرج واحد من أعمال والده وهو فيلم ليلة البيبي دول. عائلة ذو الفقار هي عائلة فنية اتكونت من 3 أشقاء، فجاء المخرج عز الدين ذو الفقار واتجوز من سيدة الشاشة العربية النجمة فاتن حمامة في صغرها، وبعدها اتجوز الفنانة قوصر شفيق، وكان كمان الأخ الأكبر الفنان محمود ذو الفقار، واللي اتجوز المرة الأولى من الفنانة عزيزة أمير، وبعدها اتجوز من الفنانة مريم فخر الدين، وبعد كده جه الفنان صلاح ذو الفقار وهو الشقيق الثالث لعائلة ذو الفقار، واتجوز لمدة عام من الفنانة زهرة العلا، وبعد كده اتجوز من الفنانة شادية، واللي استمر زواجهم قرابة 20 عام. وحش الشاشة الفنان فريد شوقي اتجوز من النجمة هدى سلطان شقيقة المطرب والفنان محمد فوزي، ومن بين أبنائه المنتجة ناهد فريد شوقي، وزوج بنته هو المخرج الراحل مدحت السباعي، وكمان اتجوز امرأة تانية وأنجب منها بنته الفنانة رانيا فريد شوقي، واللي اتسبق وإنها اتجوزت مصطفى فهمي شقيق الفنان حسين فهمي، واحدة من أشهر وأنجح العلاقات اللي شهدها الوسط الفني. فقد تزوج الفنان نور الشريف من الفنانة بوسي، واللي استمر زواجهم لأكثر من 40 عام، وأثمر زواجهم عن بنتهم سارة ومي. واتجهت مي نور الشريف لعالم الفن وشاركت مع والدها من خلال مسلسل الدالي. بيعد الفنان سمير غانم واحد من أبرز فنانين الكوميديا في مصر والعالم العربي، وهو مؤسس عائلة فنية بتتألف من زوجته الفنانة دلال عبد العزيز واللي بتكبره ب20 عام، وأثمر زواجهم عن دينا وإيمي سمير غانم، وتورثوا الاثنين حب الفن، واتجوزت دينا من الإعلامي المصري رامي رضوان، واتجوزت الفنانة إيمي من الفنان حسن الرداد. هو نجم راحل استطاع أن يضع بصمته الخاصة في تاريخ السينما والدراما المصرية، فلا ننسى فيلم الساحر ومسلسل رأفة الهجان اللي شارك فيه كتير من النجوم. فتزوج الفنان محمود عبد العزيز من الإعلامية المعروفة بوسي شلبي، واللي قدمت عدد كبير من البرامج الفنية المهمة، وأثمر زواجهم عن محمد وكريم. فنجده الأكبر محمد عبد العزيز واللي بيعمل منتج وممثل، ونجده الأصغر هو كريم محمود عبد العزيز، وبيعد واحد من أشهر النجوم الحاليين.